ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده مع بعض هنعمل بسبوسه الخطيره دي، بجد من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها على سفرتك في رمضان، بجد تحفه جدا، وطريقتها مفيش اسهل ولا احلى من كده. هتجربيها على طريقتي وبجد هتعجبكم جدا جدا جدا، وكل اللي هياكلها من ايدك هيسالك على طريقتها ومن جمالها، بجد حلوه قوي قوي قوي. ان شاء الله لما تجربيها هتقولي لي في الكومنتات، وما تنسوش تدعولي. بجد شايفين شكلها عامل ازاي؟ طرية وناعمة جدا، وما اقولكوش بقى على طعمها تحفة. شايفين حلوة جدا، بجد هخليكي استاذة في عمايل البسبوسة، وان شاء الله هتعجبك جدا. والحمد لله كل اللي جرب وصفات الحلويات من ايدي بجد بيدعيلي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش محتاجة ان اتكلم، بجد من جمالها حلوة جدا جدا، ناعمة وطرية وما اقولكوش من جمالها، والله اكلت قطعتين. نعم، ازاي؟ مفيش احلى ولا اسهل من كده. الله الله، روعة روعة يا جماعة. عايزاكم اهم حاجة ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي وحياة حبايبكم، عشان تشجعوني والفيديو يوصل لاكبر عدد. يلا بينا نشوف عملنا البسبوسة الخطيرة دي ازاي. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق السميد اللي بنستخدمه في عمايل البسبوسه، النص كيلو ب5 جنيه. شايفين شكله عامل ازاي؟ لا بيكون حبيباته ناعمه قوي ولا خشن قوي، انا بجيبه شايفين مفيش فيه اي دقيق، يعني مش بنضاف عليه اي دقيق. معايا هنا نص كوبايه من السمنه المذابه، ومعايا كمان كوبايه من السكر العادي، ومعايا كوبايه من الحليب اللبن اللي هو العادي، وكمان معايا نص كوباية من اللي هو جوز الهند، ومعايا كمان معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. انا بستخدم النوع ده، العبوة ب10 جنيه، يعني مش مكلفة. لو ما عندكيش تقدري تستخدمي معلقتين من عسل النحل الابيض، او معلقتين من الشربات او السيرب البارد التقيل. اول حاجة معايا كده بجيب دي السميد، بحط عليه نص كوباية من السمنة المذابة دايبه، واهم حاجه ما تكونش سخنه قوي يا جماعه، لو انت مدوباها ما تكونش سخنه. تمام، ببدا كده اقلبه، ما تقلبيش كتير جدا، بس لحد ما كل دقيق السميد يتشرب معايا من السمنه، بيبقى عامل زي حبيبات الرمل بالظبط بالشكل ده. تفضلي بقى تقلبي كده، خلاص كده تمام. شايفين ما قلبتش كتير. بعد كده هنزل بقى بجوز الهند، تقدري تقللي ربع كوبايه لو مش بتحبيه قوي، ممكن تستغني عنه مفيش اي مشكله، دي بتبقى حريه. بس بصراحه انا جربته في البسبوسه بيفرق جدا جدا في الطعم. هنركنهم كده على جنب. هنجيب اي وعاء، اللبن بتاعنا بيكون دافي، تمام، اهم حاجه يكون دافي. لو مش مدفيات تقدري بعد ما تضيف كل المكونات على بعض تدوبيهم بقى في الميكرويف او على نار هاديه. انا جبت كده كوبايه السكر حطيتها على كوبايه الحليب، وهدوبهم الاول مع بعض. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه لنجاح البسبوسه بطريقه يعني بتكون مميزه جدا. هنقلبهم كده كويس على بعض. بعد كده هنزل بقى عسل الجلوكوز بتاعنا. سألتوني كتير لما استخدمته قبل كده في عمايل البسبوسه، انت ممكن نستخدم مكانه ايه، وكانت تعليقات كتير جدا عليه. تقدري تستخدمي عسل النحل او السيرب التقيل البارد. تمام كده، هندوبهم كويس جدا. بعد كده اهو ده شكله بيكون لونه افتح كده من السكر ومن عسل الجلوكوز. هنزل بيهم بقى على دقيق السميد بتاعي، هنقلبهم كويس جدا لحد ما كل الخليط يمتزج كويس كويس. البسبوسه بتاعتنا بتكون ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بتكون مايله اكتر للسائل، تمام، بس في نفس الوقت ما تكونش سايله قوي. هوريكم قوامها معانا اهو، شايفين؟ اوعي تخلي البسبوسه بتاعتك تكون جامده، لو حسيت ان هي تقيله معاكي ضيفي لها ربع كوبايه من الحليب عشان تظبط معاكي القوام بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هجيب بقى الصينيه بتاعت البسبوسه. اهم حاجه حاولي تجيبي صينيه تكون الحرف بتاعها يكون قصير بالشكل ده. دي صينيه البسبوسه بتاعتي، مش غاليه خالص تجيبيها، هتجيبيها الصينيه ديت انا جايباها تقريبا ب 35 40 جنيه حاجه زي كده. بدهنا بمعلقه من السمنه
اهم حاجه تبطنيها كويس بالسمنه والحروق بتاعتها، اهتمي بيها كويس عشان تطلعي القطعه بتاعتك ما تكونش لازقه ابدا في الصينيه. هنزل بقى البسبوسه بتاعتي بالشكل ده، وابدا بقى افردها في الصينيه. على فكره هي قوامها مش تقيل، انا بس اللي بحب اعملها بالسباتولا، بعد كده هبدا اعملها بايديا كده طبطبه خفيفه عشان اظبط الوش بتاعها بالشكل ده. بعد كده انا غسلت ايدي بقى، وبعد كده مسكتها بقى الصينيه بتاعتي عملتها كده في الرخامه مره واتنين عشان تظبط وتبقى قطعه متساويه. بعد كده بقى عندك اي مكسرات عندك؟ انا كان عندي بندق، بس البندق بتاعي كان ناعم شويه، يا سلام بقى لو كان مبشور كده مجروش شويه كان هيبقى احلى من كده كمان. انا كنت عاملاها قريب بس الصراحه ما توفقتش ان انزلها، بس كانت يعني بجد تكون احلى في الشكل حتى، بس ده افضل من انك تحطي البندق او المكسرات بتاعتك قطع، تمام؟ بتكون طعم كل بسبوسه كانك عاملاها بالمكسرات بالشكل ده. انا هدخلها دلوقتي التلاجة لمده 10 دقايق ترتاح معايا، وبعد كده هشغل الفرن وهي هوريكم شكلها. ودلوقتي بقى هنعمل السيرب بتاعنا، عبارة عن كوباية وربع من السكر وكوبايتين من المية بالشكل ده، وعصرة كده ليمونة احطهم على بعض كده في بولة او الوعاء بتاعي، وهبدأ كده اقلبهم كويس واعصر عليهم عصرة ليمون. السيرب بتاعنا يا جماعة بيكون سيرب خفيف بارد، بيكون عامل زي المية بسكر كده، شايفين شكله بيكون عامل ازاي. انا هسيبه بقى يبرد تماما دلوقتي. انا جربت الصراحة السيرب الخفيف السخن بصراحة ما بيكونش حلو ابدا زي البارد، تمام؟ احط عليهم كده رشة من الفانيليا وهسيبه بقى اركنه كده على جنب يبرد تماما لحد ما بقى انا مسخنه الفرن دلوقتي، وهبدا اطلع البسبوسه بتاعتي من التلاجة هوريكم شكلها. ده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة، بتكون متماسكه جدا، وبتكون كل حبيبات السميد بتكون اتشربت كويس جدا من السمنه. هدخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 180 لحد ما وشها شايفين بيبقى بعد ما دخلتها الفرن على الشبكه بيحمر الاحرف بتاعتها. ده شكلها بعد ما طلعتها، هدخلها بقى دلوقتي اديها الوش الدهب الجميل بالشكل ده. ده هيكون شكلها حلوه جدا والاحرف بتاعتها مش محروقه، يا ريت ما نغمقش عن كده يا جماعه. هبدا بقى اسقيها السيرب بتاعي، السيرب بتاعي زي ما قلت لكم خفيف بارد، ما شاء الله شايفين بتشرب الكميه بسرعه جدا، ده دليل على نجاح البسبوسه بتاعتك، مش مشققه مش محروقه ولا اي حاجه، شايفين شكلها عامل ازاي، بجد بتشرب السيرب بسرعه جدا، اسرع من لو كان السيرب بتاعي سخن، بجد البارد بيكون احسن بكتير. وزي ما شايفين القطعه بتبقى طالعه معاكي عاليه كاننا حاطين فيها بيكنج باودر. طبعا ناس كتير بتسالني على موضوع البيكنج باودر، يا جماعه احنا عاملين بسبوسه مش كيكه، شايفين شكلها عامل ازاي، ولا اجدحها حلواني يا جماعه، بجد هتبقي استاذه في عمايل البسبوسه، وشها تحفه وشكلها جنان. الله الله، تسلم ايدك يا ام ملك، جربيها وبجد كل اللي هياكلها من ايدك هيسالك على طريقتها وكل تكتها ان شاء الله. انا حاولت ان انا اقولك على كل التفاصيل، هبدا بقى اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. شايفين طالعه معايا قطعه متماسكه بالشكل ده، وكمان عشان شايفين عالية رغم ان هي نص كيلو دي سميد، عايزة اقول لكم كمان ان انا مستخدمة صينية مقاس 30، تقدري لو عايزاها عالية عن كده تستخدمي 28، ولو عايزاها اقل تستخدمي 32. هبدأ بقى دلوقتي ادوق، مش قادرة امسك نفسي يا جماعة، بجد تحفة تحفة تحفة، ريحتها كانت قلب البيت بجد، طعمها حلو. ويا سلام بقى لو انت مستخدمه لها السمنه بلدي، السمنه البلدي انتوا عارفين في الحلويات الشرقيه لا يعلى عليها، بس انا بالسمنه بتاعتي برضو ناجحه وزي الفل، انا بستخدمها سمنه روابي، في ناس بتحب تستخدم النوع اللي بتحبيه استخدميه،
بجد طعمها حكاية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولا محروقة، والقطع بتاعتنا متماسكة. هتشرفك في عزومات رمضان قدام ضيوفك وقدام اهل زوجك، بجد حلوة جدا. شايفين ناعمة وعاملة ازاي؟ والطعم اكيد انتوا عارفين ان مملك ما تعملش حاجة وحشة. شايفين شكل القطعة بتاعتنا عاملة ازاي؟ بجد جميلة جدا. عايزة بقى اقول لكم على شوية خطوات عشان تضمن ان تنجح معاكي وتبقى استاذة في عمل البسبوسة. اول حاجة معايا لازم يكون السيرب بتاعك خفيف بارد، تمام. تاني حاجة عاوزين عشان البسبوسة بتاعتك تنجح معاكي، عايزين صينية تكون صينية البسبوسة ديت اللي هي الحافة بتاعتها تكون صغيرة، ده بيساعد جدا في نجاح البسبوسة بتاعتك، ما بيخليهاش تشقق منك، تمام. معانا بعد كده السيرب، نوعية الدقيق اسفل الدقيق بتاعك تكون نوعية كويسة جدا، لان ده بيفرق جدا في الطعم وقوام البسبوسة، تمام كده. وكمان بلاش يا جماعة خطوة البيكنج باودر، البيكنج باودر بيخلي البسبوسة بتاعتك كأنها كيك مش بسبوسة، تمام. بنستغنى عن الخطوة ديت بخطوة مهمة جدا، وان احنا بنحط البسبوسة بتاعتنا في التلاجة 10-15 دقيقة عما الفرن بتاعنا بيسخن، تمام، بيخلي الكيكة بتاعتنا تشرب كويس كويس جدا من السمنة والمواد السائلة بتاعتنا، فبيخليها تعلى وتبقى معانا ناعمة جدا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك، ومع السلامة.